هلا ننتقل لقضية اليوم. أعلنت وحدة التنسيق والقبول الموحد مساء يوم أمس نتائج إساءة الاختيار لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 2017-2018، ويأتي ذلك بعد أن أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي صباحا في مؤتمر صحفي عن قبول ما يزيد عن 29 ألف طالب وطالبة من المتقدمين بطلبات إلى دائرة القبول الموحد للالتحاق بالجامعات الرسمية للعام الدراسي 2017-2018. نعم، للإطلاع عن قرب على أجواء مراحل استكمال تسجيل الطلبة الجدد في الجامعات وما يتبع تلك المرحلة الجديدة من حياة الطالب من إجراءات، ينضم إلينا على الهواء مباشرة مراسلنا أسامة العدوان متواجد الآن في رحاب الجامعة الأردنية. أسامة صباح الخير، يعطيك العافية، الصوت والصورة معك، ضعنا في هذه الأجواء. صباح الخير ليلى، وصباح الخير مهند، وصباح الخير لجميع السادة المشاهدين. بالفعل نحن متواجدون في الجامعة، في أم الجامعات الأردنية، الصرح التعليمي الأكبر في الأردن، لنتباحث ونتحدث مع رئيس الجامعة حول آليات القبول، حول آليات التسجيل والقبول للطلبة الجدد بعد أن أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن قبول ما يزيد عن 29 ألف طالب وطالبة في مختلف الجامعات الرسمية. دعونا نتحدث الآن مع الرئيس عزمي محافظة، رئيس الجامعة الأردنية، حول آليات القبول في هذه الجامعة وحول آليات وحول التخصصات التي سيتم قبول الطلبة فيها، حول برنامج الموازي، حول الخطة الاستراتيجية التي ستستقبل فيها الطلبة الجدد، وحول عدد الطلبة الذين سيلتحقون في الجامعة في الجامعة الأردنية. صباح الخير دكتور. صباح الخير، الله يعطيك العافية. الله فيك. آليات القبول في التخصصات، وآليات القبول في الجامعة الأردنية، وآليات أيضا القبول في التخصصات في هذه الجامعة. القبول في هذه الجامعة يتم إما عن طريق القبول الموحد من قبل وزارة التعليم العالي، أو مباشرة من طريق الجامعة وهو القبول الموازي والدولي. القبول الموحد أعلن بالأمس، والطلبة يبدأون بالتسجيل اليوم. إجراء التسجيل مبسطة، عدت لها الجامعة جيدا، هناك خيمة في الخارج، يقوم الطلبة بإرشاد طلبة، يقوم أعضاء من اتحاد طلبة من طلبة الجامعة المتطوعين بإرشاد الطلبة الجدد وذويهم. كما تعرف يأتي الطالب ومع ذويه في اليوم الأول للجامعة، ويبدأ بإجراء التسجيل. هنا يأخذ رقم سري، يسجل اسمه، ويأخذ رقم للمعاملات البنكية لتسديد الرسوم، ثم يذهب ويأخذ هوية من عمل شؤون الطلبة، ثم يذهب إلى الامتحانات، امتحانات القبول على مستوى اللغة العربية واللغة الإنجليزية والحاسوب. وبعد ذلك الطالب له حزمة من المواد مسجلة مسبقا، ويستطيع أن يضيف أو يسحب منها، ويقوم بمحاسبة على هذه المواد. عدد الطلاب المقبولين من برنامج من القبول الموحد في وزارة التعليم العالي في الجامعة الأردنية حوالي 5000 طالب تقريبا يقبلوا في الجامعة الأردنية. 5000 التخصصات في كل تخصصات الجامعة، في حوالي 19 كلية في الجامعة، حوالي 5000 طالب قبلوا قبول تنافسي. هناك طبعا قبول موازي وبعده قبول دولي. الجامعة أعلنت بعد الإعلان عن القبول الموحد، أعلنت الدفعة الأولى من الطلبة المقبولين في البرنامج الموازي في مختلف التخصصات، وسيتم تسجيلهم أيضا اليوم، والتسجيل لكافة الطلاب يتم اليوم. يعني اليوم سيتم التسجيل لطلبة برنامج الموازي وطلبة القبول الموحد أيضا. القبول الموحد والموازي، لأنه أعلننا عن الدفعة الأولى بالأمس، وسيبدأون تسجيلهم هذا اليوم، والطلبة يسجلوا مواد، وأيضا سيوزع هؤلاء الطلبة على أساتذة، لأن هناك استراتيجية جديدة في التعامل مع الطلبة، هم تقسيمهم على أساتذة الجامعة كأسر جامعية. كل أستاذ سيتبع له حوالي 4-5 إلى 6 طلاب من مختلف المقبولين في مختلف فئات الجامعة، ليلتحقوا فيما نسميه الحياة الجامعية وأخلاقياتها. هل هناك فرق ما بين تخصصات الموازي وتخصصات أيضا القبول الموحد؟ الجميع سيوزعوا فيه على هذه الأسر، جميع الطلبة سيوزعوا، والموازي والموحد الطلبة سوية في القاعة، لا فرق بينهم، ولا تعرف من هو الموازي ومن هو المقبول قبول موحد. الجامعة تعامل معهم كطلبة، ولكن طريقة القبول مختلف فقط. طيب،
الجامعة الأردنية أعدت خطة لاستقبال هؤلاء الطلبة سواء كانوا على مستوى البرنامج الموازي أو على مستوى القبول الموحد من وزارة التعليم العالي؟ نعم كما أشرت، الخطة هي إجراءات تسجيل مبسطة، سيتم التسجيل عبر الأيام القادمة كل طلبة حسب أسمائهم، وبعد التسجيل سيلتحق بالدراسة مباشرة، فالخطة معدة وتوزيعهم على الأساتذة معدة وعلى الكليات، وكل العام الجامعي استعدادات بدء العام الجامعي تمت على خير وجه. بين الحين والأخرى دكتور نسمع عن ظاهرة العنف الجامعي، هؤلاء طلبة جدد تم قبولهم من مختلف محافظات المملكة، من مختلف المجتمعات في 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 مناطق المملكة، هل تم شمول هذه الخطة لتكييف الطلاب، لتنويرهم، لتثقيفهم من قبل الدكاترة الأكاديميين حول ظاهرة العنف الجامعي ومكافحة هذه الظاهرة أيضا؟ نعم كما أشرت، جميع المقبولين سيوزعوا على أساتذة، سيكون هذا الأستاذ مرشد لهم، فجميع الطلبة المقبولين للعام الجامعي 2017-2018 سيكون ضمن أسر جامعية، الأستاذ الجامعي مسؤول عنهم ويتابعهم، يلتقي بهم أسبوعيا مرة واحدة على الأقل في أي مكان، في مكتبه، في القاعة الصفية، في مكتبة الجامعة، في مكان ما بالجامعة، حر أن يلتقي ويناقش مواضيع وعدت مسبقا، يطلب من الطالب في هذه اللقاءات إعداد تقريرين على الأقل عن أمر ما، ويطلب منه مشروع أيضا، ويتم الحكم على الطالب بنجاحه أو رسوبه في هذه المادة بناء على التقارير والمشروع الذي سيقدمه ومناقشته وسير عمله. إضافة إلى ذلك، الجامعة أعدت متطلبات جامعة إجبارية واختيارية جديدة تتناول الحياة الجامعية، تناول مهارات التواصل، تناول التفكير الناقد والفلسفة، تناول الحضارة الإنسانية، كل هذه المواد أعدت لتتناول هذه القضية، لتعزز الحوار والتواصل، لتعزز قبول الآخر والابتعاد عن التطرف، وهذا على عبر المدى السنوات القادمة إن شاء الله سيقضي على ظاهرة العنف في الجامعة. دكتور بالنسبة لبرنامج السحب والإضافة والتحول من تخصص لآخر، تعرف الطلبة بعد ما يتم قبولهم في تخصص معين سواء بالبرنامج الموازي أو ببرنامج القبول الموحد بده يغير من تخصص لتخصص، أو أيضا السحب والإضافة لبعض المواد أو إسقاط بعض المواد، متى سيتم ذلك؟ كما أشرت، الطالب الجديد له حزمة من المواد معدة مسبقا حتى يستطيع التسجيل بسهولة، إذا ما أراد إضافة مواد يستطيع الطالب، هذا تسجيل إلكتروني، يدخل لديه يوزر نيم يعني كلمة استخدام دخول، ولديه رقم سري بواسطة الرقم يستطيع أن يضيف مواد. الطلبة القدامى يستطيعوا حاليا لأنهم سجلوا مسبقا يستطيعوا أن يسحبوا ويضيفوا، وكذلك التحويل من تخصص آخر، هذا موضوع في نوعين، في تحويل بناء على سوء اختيار من، وهذا يكون مسؤولية وزارة التعليم العالي، إنما التحويل للطلبة الذي القدامى يتم من أعلى إلى أدنى، من تخصص أعلى إلى تخصص أدنى، هناك مسموح التحويل، إنما للطلبة الجدد الأمر لا يوجد تحويل للطلبة الجدد، هل الطلبة الجدد سيسجلوا هذا في المواد التي قبلوا فيها؟ شكرا دكتور، شكرا للدكتور عزمي محافظة. نعم كما تحدث الدكتور عزمي بأن هناك تم قبول ما يزيد عن 5000 طالب وطالبة على مقاعد الدراسة في برنامج الدراسات العليا في الجامعة الأردنية. هذه أبرز التفاصيل حول آليات التسجيل وحول آليات والخطة التي أعددتها الجامعة الأردنية عن برنامج القبول الموحد وبرنامج الموازي. برنامج القبول الموحد الذي أعلن عن قبول ما يزيد عن 29,000 طالب وطالبة. الآن دعونا نستعرض لقطات وبعض اللقطات المباشرة للطلبة لمراحل التسجيل في بعض التخصصات. هؤلاء الطلبة جدد يتم الآن تسجيل في بعض التخصصات التي تم قبولهم فيها من برنامج القبول الموحد في وزارة التعليم العالي، ومن ثم ننقل الكلمة لكم في استوديو هذا الصباح. كل الشكر لك أسامة العدوان. إذن مراسلنا أسامة العدوان كان معنا على الهواء مباشرة من الجامعة الأردنية، والتقى هناك رئيس الجامعة الدكتور عزمي محافظة.